ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. واحدى الزهور وفرحه كبيره جدا لكل محبين سمارة يحيى، وهي ظهرت احدى الزهور ليها وطمنت جمهورها عليها، ولكن كان التعليق بتاع الناس او محبيها بالتحديد يعني ان عينيها باين عليها الحزن، ولكن ان شاء الله تتجاوز الفتره الصعبه اللي هي فيها، وان شاء الله تكون بالف خير باذن الله، وربنا يعوضها خير باذن الله تعالى ان شاء الله. تعالوا بينا نشوف تعليقات المصريين من المشاهير كمان. تعليقات الناس ان هي جميله وامور وهي كده ما شاء الله عليها، ربنا يحميها ويوفقها ان شاء الله في القادم من حياتها باذن الله، يعوضها خير ووفق كل واحد في مشواره وطريقه يا رب العالمين. بشوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم.